عسلامة. أنا أختي عسلامة صباحي. قد من روحك؟ علي سعد، أصيل ولاية قفصة، نعيش في إيطاليا. مرحبا. مرحبا بك. موضوعنا بخصوص حديث تهلول واقتحام إفريقي منزل امرأة مسنة بسكين، حبيت تعطينا رأيك في الموضوع؟ أنا الرأي هو بالنسبة لهذوما فما وراهم حوايج، هذوما هذه حاجة مدبرة، هذوما فما شكون وراهم، هذوما ما همش من روسهم تيجوا يدخلوا كاكا الديار ولا باش يجوا على العباد، هذوما فما ناس قاعدة تهيج فيهم، فما ناس قاعدة توري لهم. الهدف شنو هو؟ الهدف باش البلاد يدخلوها في بعضها، لأن هم مش عاجبهم حكومة الرئيس، ماشي عاجبتهم الوضع في تونس، هم يلزموا يعملوا البلبلة كيما كاكا، فما شكون وراهم، ماشيش أنا كيفاش يجي إفريقي من هنا يخش لداري أنا، كون مش محرضينه، مش وري لك كيفاش يعمل، عمره ما يعملها الحزب. هذه يا أختي وراها حاجات مدبرة، وراها ناس مدبرة هم اللي يوروا لهم كيفاش يعملوا، وباش يفسدوا، باش الناس كل تسمع كيما هكا، باش الناس كل تثور على الرئيس وتثور على الوضع في البلاد. هذيك هي الحاجة نتاع الأفارقة، ما يجوش هكاك من روسهم هما جو دخلوا هكاك للديار، هذوما ناس قاعدين يشجعوا فيهم، فما ناس قاعدة تدبر عليهم، فما باش يعملوا منا ولا منا، هذه باينة باينة العملية، الأفارقة ما همش ريناهم سنا احنا ولا من هم كانوا يجوا كانوا يقروا فماش حوايج، بعد 25 جويلة كل شيء تغير في تونس، أي حاجة تسمعها صارت في تونس راهم كلهم ماهوش معجبهم قرار 25 جويلة، هذا راهو حطيها في بالك. ولهذا هذه باينه العمليه هذه نتاع عمليه سهلون، ناس اليوم في سهلون غدا ربما تجي في بلاد اخرى. لكن الجرائم هذه قاعدين نشوفوا فيها وقت اللي تم رفض التوانسه للافارقه جنوب الصحراء. رفض التوانسه؟ رفض عندهم حق راهم التوانسه كي يرفضوا. راهم ما يلقوش ناس قاعدين يخدموا على ارواحهم ولا قاعدين منا ولا منا، لان قاعدين جايين هم الافارقه هذوما جايين كأن هم يحبوا يزاحمونا لهنا ويحبوا يعملوا لنا المشاكل. يعني ما هم جايين باش يعيشوا معانا ولا باش يخدموا على روحهم، لا انا كي نمشي مهاجر للبلاد نحافظ على روحي، ما نعملش المشاكل، ما نعملش كل شيء منهم، من الناس البلاد تقبلني وعندهم حق نرفضهم، انا لو نرفضهم يا اخي هو جاي باش يرجع باش يعيش معايا مرحبا به، هذيك اما هم بالعاني يحبوا يكونوها بلا احنا البلاد الى بلاد عنصريه، لكن مش بلاد عنصريه تونس راهي، ماهيش بلاد هنا عايشين برا والحمد لله، ولكن ما تجيش كيما هكا الفرقه باش يعيشوا معانا احنا في وسطنا، هم جايين باش يفسدونا حياتنا، جايين باش مش عاجبهم الوضع، هما داخلين بك الامور هذيك، فما ناس تحب تركب الاحداث على الحاجات هذيك ويقولوا شوف الوضع في تونس تو. لكن فما برشا اسئله مطروحه منهم، كيفاش دخلوا لتونس؟ فما مؤامره من غير اوراق، كيفاش دخلوا تونس وشكون دخلهم؟ فما مؤامره اللي يغلب اللحاحي راهو، اللي يسرق يغلب اللحاحي، ايش معناها اللي يسرق يغلب اللحاحي؟ يعودش الحدود تكون مسكره، وانا نحب نسرق راني نوصل. هذه مهما تكون تكاليف قد ما تسكر الحدود راه مش يجوا، اللي يحب يجيب يجيب، هذه حاجه مدبره، حاجه منظمه، ما فيهاش حتى لعب. هذه فما ايادي خارجيه برا قاعدين يوصلوا فيها لهنا تونس باش يعيشونا اللي احنا في رعب لهنا في تونس، باش يقولوا لنا هاونا بعد 25 جويلة هذاك اللي تلوجوا عليه هاونا في الاجرام، هاونا في المشاكل اللي فيها الكل، هم قاعدين يسعوا باش يهدموا البلاد تو، الناس هذوكم قاعدين يجروا باش يدخلوا البلاد في بعضها، ما فما باينه راهي العمليات كل شيء باين، مؤامرات باينه، كل شيء حاجات مدبره. ما فيهاش حتى حاجه، هذه فما ناس قاعده تحب تعيشنا احنا في رعب في تونس باش احنا نقلقوا من الوضع كما هكا ونرجعوا كما كنا كما قبل، لكن لا الى الامام. شنو هو الحل؟ الحل نشدوا الصحيح وشد انفي ربي، ديما الصحيح ما نعرفوش بهم احنا، فهمت ولا لا؟ اللي يخلص يخلص، اعمل اللي يخلص، اعمل اللي يخلص، هذاك الحل، روح بيه البلاد، ما عندكش اقامه برا روح شد بلادك، نخلوا البلاد نظيفه. هذا هو الحل، ما فهمش حتى حل اخر، خلي يقولوا عنصريين، خلي يقولوا كل شيء، كل دوله هي حره في امورها الداخليه، كيما ايطاليا عندها حق ترحلني، كيما تونس عندها حق ترحلني، تترحلهم، ولهذا الهدف هو شنو؟ اللي يبقى رايد، يبقى مش يبقى رايد، فما قانون وفما عداله في تونس، وعندنا قضاء نزيه احنا في تونس، يتعدى على القضاء ويتربط كانه تونسي. شنو رايك في اتهام تونس بالعنصريه في خصوص الافارقه اللي على الحدود بين تونس وليبيا؟ هذه كلها حوايج مدبرة، هذه كلها حوايج مؤامرة، ما يتموا في تونس مؤامرة، تو تونس خايبة قبل لا باهي سمحة تو، لأن مش عاجبهم نظام الرئيس. ملغي تونس وفرت لهم احتياجاتهم الكل بالنسبة للأفارقة اللي في الحدود. ومش عاجبهم الكل باش ياخذوا خطة، لأن أنا هاي تونس كيفاش هاي تونس كيفاش، وشكون هما؟ تمامك الناس اللي هاربة والناس اللي ضاربة الملايين وضاربة المليارات وضاربة كل هم يحبوا يفزوا على هاونا، شوفوا قيس سعيد اش عامل هاوك وشوفوا الوضع في تونس، هذيك كلها مؤامرات راهي ما فهم حد شيء، تونس ماهيش بلاد عنصرية، تونس تفرح النجم يعيش فيها أي إنسان يعيش فيها، أما هم جايين جايين مش يحبوا يعيشوا، حابين يفزوا حياتنا اللي احنا لهنا، حابين يقلقونا، حابوا يضيقوا علينا الخناق، حابين باش احنا باش الناس الكل يقول لك هاونا شوف كيفاش بعد 25 جويلة شنو جاير بينا، هذوما هم الناس برا ماذا بيه البلاد يدخلوها في بعضها ما يخلوهاش رايده،
هذيك هي. احنا تونس ماشي بلاد عنصريه، بالعكس تونس العيش فيها كريم، كانت ناس عايشه فيها قدم، عايشه فيها الجزائريه، عايشه فيها المغاربه، عايشه فيها كل. اليوم احنا نقول احنا ما يجيش هذا، هذه باينه العمليه. هل الدوله قادره انها تحل المشكل هذا؟ بأتم معنى الكلمة قادرة تحل المشكل هذا وليغلس يخلص. أنتوا لا اللي جاي بأمور قانونية معروفة، اللي ما عندهاش أوراق لازم ترحل تونس، ما عنديش كما موجود في أوروبا حتى أنا نطبق القانون، ما عندكش أوراق نرحلك. خلي يقولوا عنصريين ولا ما يقولوش عنصريين، هم يجيبوا فيهم هنا باش يخلقونا احنا. أنا قلت كانت نجم تونس تعمل القانون هذا، اللي عنده يتفضل، ما عندهاش ما عندهاش هنا يقيم يمشي يروح على روح لبلاده. كانك عندك إقامة تفضل، ما عندكش إقامة برا تفضل على روحك منه. هل عشت مواقف يعني ملموسه مع واحد من الافارقه جنوب الصحراء؟ اي شفت انا في محطات القطار، شفت كيفاش اش عاملين في المحطات، ذرع صغار عرايا، ناس مطيشه، ناس راقده، ناس عامله، وهذاك هذاك ما يليقش ببلادنا. لكن التوانسه رغم هذا قاعده تعاون فيهم. بالعكس قاعدين يعاونوا فيهم، وشفتهم انا يركبوا حتى في القطارات، حتى ما عندهمش سايكل يعاونوا فيهم، ومن تقدم فيهم تسكن فيهم. انا فهمتي ولا لا؟ وعاملين الشر صعف. انا خشيت القطار، مشيت لمحطه القطار نلقاهم عاملين حاله راكدين البرة، ذر صغار عليا منا ولا منا، وعلى راحتهم، ما يكلم فيهم حتى حد، وعايشين لاباس عليهم منا ولا منا. اما باش تقولي لي فما البلاد كل شيء بلاد عنصريه، انا هذوك من مش نرحلهم ما نخليهمش في اماكن خلاص، لان يكتب عليك يقول لك تونس بلاد عنصريه. انا راني ضد الحاجه هذه، لان هما قاعدين يعملوا شيء يحبوا تو الاوصفان، كانهم هما توانسه، احنا ما عندناش توانسه. باش يقول لك انا ماشي بلاد ما عاملهمش حتى شيء، احنا عاطينهم قيمتهم، عاطينهم قدرهم وكل شيء، عاملين شيء يحبوا هم، يركبوا في الترينوات كما يحبوا، وقاعدين حشاك يفزوا في البلاد ويمسخوا في البلاد، وحنا مسايبينهم. وكان جينا عنصريين احنا طردناهم ورانا قتلناهم. ما فهمش منها الحديث هذه، تونس بلاد اسلام. تونس ماهيش بلاد عنصريه، اما هما حبوا يركبوا على الحداثه يقول لك بلاد عنصريه. هذا هذاك علاش. هل تواصلت مره مع افريقي من الافارقه؟ تواصلت انا، تواصلت سالت انا قلت له منها ولا منها علاش هكا ولا هكا، قال لي سي با كوبري، قال لي سي با كوبري. لقيتها في محطه قفصه. حكيت معها الوضعيه نتاعو يعني؟ لا انا ما حكيتش الوضعيه، ما نكذبش، ما انا حكيتش الوضعيه، انا قاعد نشوف بعيني برك. انا الوضع اللي نشوف فيه بعيني ما عجبنيش، لان ذر صغار عرايه ملوحه في وسط الكياه، في وسط التواليتات، يمسخوا في العواد، يمسخوا في الدبابيز، يمسخوا في كل شيء، زادوا علينا طلع. عمره ما يجي المهاجر يعمل كيما كاكا في وسط في البلدان. واش نقول لك بنتعامل، يعني ماهيش بلادنا ماشي بلاد عنصريه والسلام. هذا هو شنو حاب نقوله لك. خلي لك كلمه الختام. والله ايش نقول لك، كلمه الختام هذه كلها مؤامره. باش هذه كلها مؤامره خارج الحدود الوطن، هذه ناس خيانه مؤتمن. هذه ناس حابين يخونوا الوطن، حابون يبعثونا الهم كله هنا، يبعثونا لبلادنا. هذه كي كلمه الختام. وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع دابر الكافرين والمنافقين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. وقل فاعملوا فيسر الله عمله ورسوله مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم.